صناعة السجاد اليدوي واحدة من أقدم وأشهر أنواع الصناعات ببلدنا، وتعتبر إرث حضاري وفكري. السجاد اليدوي مطلوب سواء في الوقت الحالي أو في الوقت السابق. سابقاً معامل السجاد تشتغل ممكن بمعدل 24 ساعة، والطلب بتزايد مستمر، يقتنيها مختلف أنواع وشرائح المجتمع لجودتها وكفاءتها. الوضع حالياً اختلف، أكو عندنا منتج مستورد، بالتأكيد هذا راح يأثر على المنتج المحلي. المواد الأولية المستخدمة حالياً شنو تفاصيلها، وهل هي مواد مصنوعة محلياً أم مستوردة؟ الكثير من المواضيع والتفاصيل عن صناعة السجاد اليدوي راح نتابعها بحلقة هذا الأسبوع من برنامج في الظل. تأسس مصنع السجاد اليدوي بالعراق في عام 1993. الهدف من تأسيسه إحياء تراث وادي الرافدين واستقطاب الأيدي العاملة من العنصر النسوي والعوائل المتعبة والفقيرة. السجاد اليدوي تأسس يعني إنتاجه منذ 3000 سنة قبل الميلاد، حيث وجدت أول سجادة بالعالم في سان بطرس بالروسيا مصنوعة في وادي الرافدين، وجابوا لنا نموذج منعتها حقيقة يعني بعد 2003، وأنتج جمعتها 50 سجادة يدوية بنفس المواصفات اللي كانت عليه في قبل 3000 سنة، بنفس المواصفات ونفس الشكل وهاي السجادة تمثل حضارة وادي الرافدين في ذاك الزمن. ونحن الآن الحمد لله من 93 ولحد الآن بدأنا ننتج لوحات تراثية فلكلورية تهتم بالتراث العراق، وبالإضافة إلى لوحات تمثل يعني التطور التاريخي للعراق منذ نشأته ولحد الآن، وصور شخصية وصور أخرى حسب الطلب. كم معمل حالياً تابع لي المصنع، وهذه المعامل كلها شغالة حالياً؟ الحقيقة للمصنع 6 معامل، هي معمل حلة والمدحتية في محافظة بابل، وعنا وراوة بالأنبار، وكركوك في كركوك، والكاظمية بالكاظمية المقدسة. المعامل تعمل بكل طبقة الإنتاجية باستثناء معملي عنا وراوة، تعرضاً للتخريب في بالأحداث الأخيرة، وبدينا نعيد تأهيلهن، وإن شاء الله خلال العام الحالي سيتم البدء بالإنتاج. كل الإنتاج حرير وصوف، كل المعامل تنتج بنفس الوتيرة وبنفس التصاميم تقريبا. السجاد اليدوي هاند ميد، عمل يدوي يحتاج إلى فترة من الزمن، وهو يعمر يعني 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة، وحتى إذا يتعرض للتآكل أو التلف يعني الروفة رجع كما كان، قابل للتصليح، قابل للتصليح، مو مثل الإنتاج. وهذا الإنتاج هسه الموجود بالأسواق كله إنتاج تجاري، ما يهدف يعني للتقنية أو للمتانة أو للقوة، إنتاج خفيف وتجاري. كبداية السجادة إذا إحنا نريد نختارها كتصميم هو يعتمد على المصمم، أو كطلب خاص يعتمد على الشخص اللي جايب الطلب. أكو عندنا لوحات شخصية، عندنا تراثيات، عندنا أثريات، عندنا ما يواكب الحالة أو اللي دا تمر بها البلد، مثل عندنا اللي صارت المظاهرات مال ساحة التحرير، سوينا الحشد الشعبي كان لهم أثر وكان لهم وقع في البلاد، ايضا سوينا لهم. فهو كل شيء اللي يصير بالبلد هم احنا نشارك به. سجاد يدو، سجاد مفروش نشتغله تصاميم، سجاد معلق اللي يتعلق كتحفه، لوحات، مناظر طبيعيه، كل شيء اشتغلنا. من بين كل هذه الانواع شنو الاصعب بتنفيذ التصميم؟ أصعب شيء هو الصورة الشخصية. الصورة الشخصية يحتاج لها دقة، يحتاج لها تنفيذ الشبه حتى لا تروح الملامح مالته، واختيار الغزل المناسب للتنفيذ، لأنه اختيار اللون للبشرة يعني يخدم اللوحة بشكل كبير أو يفشلها، لأنه إذا اختارينا لون مو مناسب للبشرة صار غير شخص. أي نعم، فهي أصعب شيء.
أكثر الأنواع المطلوبة اليوم عندكم بالمعرض، معرض السجاد اليدوي؟ والله بالحقيقة هي أكثر التصاميم اللي تنطلب من عندنا هي اللي تمثل تاريخ العراق، اللي هي باب عشتار، قيثارة، أسد بابل، الملوية، الزقورة، مسلة حمورابي، بالإضافة إلى التصاميم اللي تمثل الفلكلور، اللي مثلا هي أم الخبز، أم الرحى، البنات الأهوار، اللي هي هاي أم الخبز، هاي طبعا هاي من الصوف، هذه صوف، أي نعم صوف، هاي تصميمها صوف 25 عقدة صوف، هذه أم الخبز، كلها يدوي، هذا كله شغل يدوي، هذا كله شغل يدوي. نعم هذه اللوحة اللي تمثل هي هذه سميتيها أم الخبز، هي هم أم الخبز، أم الخبز، أي هذه أم الخبز، هاي همينة خلينا نسميها أم الرحى، هذه أم الرحى، هذه أي نعم هذه أم الخبز، أم الخبز، هذه هم من الصوف مصنوعة، هذه طبعا الصوف عقدة 25 صوف. نعم أي عقدة 25 صوف، طبعا العقدة تعتمد على نوعية الخيط اللي يشتغلون به، الكثافة مالته خلينا نسميها، فهذه يعني تختلف، عندنا 36 وعندنا 25 أو عندنا حرير وصوف وعندنا 64 وعندنا 49، هذه كلها عقد نشتغلها. جيد، هنا أوقات تواجدكم، المعرض يكون مفتوح فقط في الداخل، مفتوح للزائرين من الخارج؟ مفتوح طبعا من الزائرين من الخارج، هي احنا تقريبا يعني الدوام الرسمي من 8 للوحدة ان شاء الله او 1:30. اي هذه اللوحات وهذه الصور مثل ما ذكرتي انه هي تمثل تاريخ وحضارة، الطلب عليها من وين يكون؟ بالحقيقة يعني أنه اللي مثلا اللي بداخل العراق هنا مثلا أكو يعني مثلا عندنا اللي الناس اللي ترغب باقتناء اللوحات التراثية، وأكو عندنا مثلا الناس اللي مقيمين خارج العراق، إضافة إلى حتى أنه من الدول الأجنبية أيضا همينة أكو ناس لها رغبة أنه تقتني تاريخ وتراث العراق. أكو طلب عليها؟ خلال هذه الفترات أكثر الطلب عليها المقيمين خارج العراق، العراقيين المقيمين خارج العراق اللي يطلب اللوحات التراثية والتاريخية. هو حقيقة اقتناء من قبل الناس البسطاء اقتناء جدا ضعيف، هذا يعني ما يقتنى إلا الناس اللي هم عندهم ذوق أو يعرفون بتراث العراق أو الناس اللي دور الأنتيكة، ولذلك أغلب إنتاجنا هو يأخذون الناس الكبار أو المسؤولين أو الناس اللي يطلعون للخارج لمثل حضارة العراق. ومع الأسف الشديد أنه عندنا مجتمعنا العراقي ما حد يهتم بتراثنا بقدر ما مهتمين بتراثنا بالخارج، وأغلب مبيعاتنا للناس اللي هم بالخارج أو المقيمين بالخارج، العراقيين المقيم بالخارج أن يعرفون تراث العراق، فمن يأخذون هدية وكأنه مال كلهم العراق في ذيك الدول. الحرير إلى لوحات الخاصة والصوف إلى جماليته الخاصة، بالتنفيذ أفخم شيء هو الحرير كتنفيذ، لأنه حرير طبيعي مو مصنع، فتظهر اللوحة فخمة بشكل، بس أنا أقول لك الشبه اللي أفضل شيء يطلع هو بالصوف، إذا لوحات شخصية أو حتى مناظر طبيعية تعطي الألوان الحقيقية للوحة، يعني اللون اللي أريده يطلع بالصوف، بس بالحرير لا، لأنه الحرير بموجة، الطلب من يجينا يريدها سجادة صغيرة تخلص فترة وجيزة شهرة، بس إذا زولية كبيرة ومساحتها 3×4 أو أكثر لا والله سنة أو أكثر. أي يعتمد على النساجة وعلى المصمم، يعني إحنا متزامن أنا ويا البنات أشتغل جزء وأودي لهم يشتغلون، فيعني يعتمد على حجمها. أستاذ حسين، هذا هو المعمل للمصنع مالتكم، هنا الشغل كله يتم يعني قبل لا تصدر انه منا يتم العمل كامل؟ نعم، هذا احد المعامل الستة الموجودة بالعراق، معمل كاظمية المقدسة، يبدا العمل بالتزدية، بداية العمل اول ما يسدون الجومة، ورا التزدية تبدا
نجيب التصميم، فالنساجة تبدي تشتغل على التصميم بداية، فيبدي العمل منا إلى أن ينقطع بنفس الجومة. النساجات الأخوات النساجات موجودات، نعم راح نشوف تفاصيل عملهم إن شاء الله ونكمل. السلام عليكم. السلام. الله يسعدك. أنا وفيك. هذه اللوحة والشغل تقريبا إيش قد تطول عندك؟ حسب السرعة ما تيجي. البداية أنت شنو اللي تشتغلي حاليا؟ هسه خريطة. خريطة. خريطة الوطن العربي، خريطة العراق. العراق. خريطة العراق. زين. باليوم تقريبا إيش قد تقدرين تمشين بيها؟ تقريبا سنتيم أقل. سنتيم أقل. أقل. أه. يعني بالأيام إيش قد تقريبا، بالأسابيع إيش قد يطول عندك؟ حسب الدوام النوبات تطلع عندنا ترى. زين. أنتوا هنا بعد ما يجيكم التصميم يبدي شغلكم؟ أكيد. هو عن تصميم، إنما التصميم إحنا ما ندبرها. يعني هو شوفه وعز عندنا عقد. هنا شنو اللي تسوينه أنتي بالتحديد؟ أنا هسه حاليا قاعد أنزل، هسه أصلاً هذه قاعد أنزل بالتحديد ما ما تفرق. هاي الآلة شو اسمها هذا الجهاز مالتكم؟ هاي جومة. هاي جومة. أي وراها دستية وبعدين وراها شغل، يعطونا تصاميم نشتغل عليها. زين. التصميم تشتغل عليه يعني عاملة بس أنتي لو أكو من يكمل شغلك؟ هناك ديكور وإحنا نسوي هنا نشتغل. لا أعرف التصاميم تجي جاهزة بس أقصد كشغل. شغل وحده إيه؟ كل وحده تشتغل كل مثلا مثلا انا لا انا مثلا خريطه اكو بنات فيهم لوحات ثانيه هاي الاختصاصات إيه؟ لا احنا كريت نستمر بهذا الشغل زي. بس كل وحده يعني يعطوها شغله يعني مثلا لازم هاي خلصت اغير اي شيء ثاني. جيد. ايش قد صار لك بهذا الشغل؟ 20 سنه. زين. هذه 20 سنه خبره صارت عندك اكيد. اي اكيد اكيد خبره. يعني حاليا ما يختلف عندك شغل الخريطه، شغل الوجه، لا شغل لا لا لا. كله نفس الشغل. كله نفس الشغل. زين. هنا شنو اكثر شيء خلينا نقول المعرقلات او اللي اثر على شغلكم شنو؟ هو ياثر علينا طبعا التركيز، يعني شويه عيوني يصير بيها قلق. تركيز، تعب، شويه سوافان يصير عندنا. آه. من اثار الشغل. اي اكيد. والراد لها صبر شويه. اكيد. مو خلق الراد. صبر احنا عندنا ما سوينا هذا الشغل، اكيد هو هذا الصبر اهم شيء. هذه الالوان هنا شنو هذه اللي تزود هنا؟ نريد نقصها هذا طريقه المقص مالته، بس بالاول ندخل الحبل بعدين زكزاك وندقه وبعدين ناخذ طريقه القص. هذا على متاخر اكيد. اي قص اي شيء استمر بس هذا ما يعني اثر تعب باليد. هذا التعب على مدار الشهر خلينا نقول. تداومكم دوام رسمي؟ اكيد ساعة. يومي. اي اكيد. زين. المرتبات وضعيتكم؟ مرتبات قليله حيل قليلة. يعني مش قد نتصور صار 20 سنة خدمتي راتبي من 400 إلا. 400 إلا. إيه. ما صارت عندكم مطالبات؟ أكيد. جو صارت قبل هالكاظم ورئيس الوزراء الكاظم وطلع عينه وهاي ما صار أي حد. ماكو. أكيد. لا لا ماكو أي شيء. ما متخانين. بركة الله نتفائل بالرئيس الوزراء. إن شاء الله بركة الله يعدل الرواة. إن شاء الله أكو اهتمام بالصناعة. يعني حتى لا قطع أراضي ولا أي شيء، يعني بهاي الأشياء ما نستعمل ولا عوضونا بأي شيء. رغم الخدمة مالتكم لسنوات يعني. أيوه رغم التعب مالتنا والخدمة والدوام يومي يعني مو نوقع ونرضى. هنا أنا مطلوب من عندكم إنتاجية أنتم ككوادر؟ أكيد إيه كليتنا. موفق إن شاء الله. شكرا لك. أنا وياك. تسلمين. طبعا هذه هي آلية العمل مثل ما وضحتها الأخت. الخرائط، أكو نماذج خرائط، أكو نماذج صور شخصية، أكو نماذج فلكلورية. هذه واحدة من العمليات اللي يشتغلوها الأخوات هنا، واحدة من العمليات المهمة اللي لازم تصير أثناء الشغل أو بعد ما يكمل الشغل عملية القص اللي هي الأطراف الزايدة اللي السجاد لازم تنقص. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاليا أنت تشتغلين بالقص؟ أي نعم. شوية إذا تفترين علينا بلا زحمة عليك شوية. زين. القصة هنا يدوي تشتغلي لو عندكم ماكينة تشتغلون؟ لا يدوي. يعني نكمل الساف ونثبت الألوان بيه وبعدين نقص حتى يطلع مساوي، تطلع زولية كاملة. زين. هنا أنت نفسك يعني اللي تشتغلين هالسجادة تقصيها يعني مو غيرك اللي يشتغل؟ لا هاي أكملها كامل وبعدين تنقص. شلون الطريقة إذا تشوفينها يعني؟ هذا يطلع بالنهاية قياس واحد؟ اي يطلع قياس كامل واحد.
هذه تكملين مثل ما نقول سرى سرى يلا تكملين باقي هذا يكمل هذا اي هذا يكمل يعني تصميم زين شلون الاتمين اكمله وبعدين ادخل صوره التصميم والشكل الحالي اللي انت مشتغلته هذا اللي هو بس الواحد يكمل الاخر هذا هذا اي هذه ايش قد قياسها اللوحه تقريبا هاي متر هذه متر اي المتر كمتوسط ايش قد تاخذ يعني كشغل كوقت مو سوى ورا شغل يعني ورا السرعه مالت البنيه ها ورا سرعه العامل اي 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 الفضلات من هذا هذا هنا تستثمروه بشيء بشغل او استثمار ثاني اي طبعا اكيد شنو تشتغل والله ما اعرف بس هم يعني الدائره يعني تبيعه يستفادون منه قصدي انه ما يتلف هذا لا الموضوع لا لا ما يتلف تدري السجاد اليدوي هو مو مربح لان هو اساس يعني انشاء الهدف ما عنده احياء تراث العراق فالعمل بالسجاده المتر الواحد بالصف او الحرير يعني يطول 90 يوم او اكثر من 90 يوم وهاي الفتره مكلفه بالنسبه لرواتب الموظفات او النساجات فاريد دعم من الدوله دعم هذه الشريحه يعني كان يكون حوافز كان يكون دعم مادي لأنه الحرفة صعبة جدا ومتعبة جدا وتحتاج إلى مزاج راق قلت يقول لأنه موضوع مو هين مو مكينة احنا المكنة مالتنا هي اليد العاملة مكننا المرأة النساجة الإنسانة وعلما أنه أغلب النساجات هنا دون مؤهل يعني ما عدت المؤهلات لكن هي تبدع بالإنتاج في الصور الشخصية والصور التراثية ولما أبدي الصورة الشخصية أو أي صورة تجيني أو خارطة العراق أو أي شيء أول شيء أنزلها سكانر وأنزل الأبعاد مالتها إلى المن إلى جهاز الكاربت اللي البرنامج كاربت بوريا كاربت ديزاين حتى أبدي أصممها من جديد من أنزل الأبعاد مالتها الطول بالعرض حتتفلش جزء من اللوحة حبدي ألمها من جديد وأشتغلها من جديد وهذا واختار لها الألوان لأن اللوحة الفوتوغرافية تعرف بها آلاف الدرجات من الألوان أنا حختزلها إلى 20 إلى 30 إلى 15 حسب اللي يخدم اللوحة ويطلع جماليتها هوية اللوحة بالضبط فأنا أختار لها الألوان أنزلها سكنر أنزل أبعادها وأبدي أشتغل مربع مربع هاي المربعات حتروح كخارطة تمشي عليها البنية اللي حتشتغل بالمعمل العقدة اللي عندي هي حتنفذها المربع اللي عندي حتنفذها عقدة اللون اللي أقول لها عليه حتمشي عليه أربعة أسود اثنين أبيض ثلاثة أسود يعني هذا يعني الخريطة هذا معناه أنه دوركم كمصممين ما ينتهي فقط بتصميم والتحويل للمنفذين عندكم بعض احنا البدء وراها حتى نشوفها أنه التصميم طلع مثل ما المصمم يريد تعرف البنية هذا يدوي شغلها ممكن عندها هفوة حتى نقدر نتلافاها قبل ما تكملها السجادة ممكن نسوي لها ريافة هي وبعدها موجودة على الجومة يعني تتعالج احسن ما نكملها وبعدين تبدي على غلط تشتغل لا احنا نتابعها شوي شوي لحد ما احنا اللي هذا نريده تكمل عاديا يعني على الرغم من كل هذا الاهتمام والجوده نشوف اكو قله موجود اليوم السجاد العراقي بالاسواق المحليه او حتى الطلب ممكن عليه قليل بالضبط لانه مبالغه هواي عاليه ليش لانه صوف اصلي مو نايلون والحرير كذلك حرير طبيعي مو مصنع فلذلك أسعارها جدا غالية إضافة إلى أنه يدوي وتعرف الهاند ميد سعره غالي لأنه هاي تصير وحدة بس ليسووا لك إياها إلك أو ليسووها لك كطلب مو إنتاج ميكانيكي حتى يكون رخيص الخطوة الأولى طبعاً بعملية صناعة السجاد اليدوي مثل ما عرفنا من الأستاذ حسين والأخوات المتواجدات هي عملية التزدية تسموها نعم حياك الله سيدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية جينا تصميم من التصاميم مطلوب حسب القياس احنا هنا نسديه على شكل خيوط خيوط أو سداء أو حرير قطن نستخدم السداء أو حرير فإحنا نستخدمه على شكل مربعات يعني على القياس مثلا يعطونا يقولون لنا 600 ال 600 على 36 لازم نطلعها متر بحيث المربع نخلي بيه 35 التزديه بنفس الاله اله الجومه هي نفس نعم 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 نفس الجومه هي نول او جومه نول حديد عباره عن منظومات شفت منا ومنا تنزيل الجومه وحركه المنظومه وهنا احنا نسدي عمليه السده كقايش وقياس مربعات مسطره وبعدين تجي
عملية النير والفرز الشيرازة بعدين طولنا التصميم. التسدية إذا أريد أن نوضحها أكثر هي هذه فرش الخيوط خلينا نقول. نعم نعم هي التسدية هذه. أي نعم مثل المربعات الأتميم هنا هو التصميم مربعات أتميم هنا على شكل خيط. أي خيط أمامي وخلفي. أي ونخلي لنير هنا هو يحكم بين مصدرة النفس اللي هي تستخدمها زجزاج بعد الحياكة. وبعدين بعد الحياكة تكمل الساف تخلي الرابطة مال اللحمة وراها عندها مضرب تضرب الزجزاج وراها عندها مقص تقص. هذا الفرش كله يتم بصورة يدوية؟ نعم كله يدوي كل العمل يدوي حرير أو صوف كله يدوي. هذه الأساس خلينا نقول مثل ما وصفتيها الأساس لعمل السجاد. هذا وقت ايش قد تقريبا ياخذ؟ خط الشروع بالنسبة لل 25 ثلاث أشهر. ثلاث أشهر خط سجادة مربع يعني المتر المربع ثلاث أشهر. يعني عندكم مثلا بالحرير مثل ما وضحونا تاخذ ممكن أشهر عندكم؟ أكثر إيه بالنسبة حرير 36 أو 49 أو 64 تطول يعني حسب الخط الشروع مالتها يعني. مثلا اللوحات اللي بيها صور شخصية اللي بيها هواي تفاصيل هاي ايش قد تاخذ وقت؟ وقت احنا حسب الطلب يعني واذا مثلا المطلوب من عندنا وقت مضايق بحيث حتى نتاخر عن العمل حتى في سبيل ننجز هذا العمل المطلوب. فبالسجاده اكثر الوان يخلونا بيه 45 لون 50 لون مو مثل السجاد الميكانيكي 5 الوان 7 الوان بالزايد هنا انا 40 لون 50 لون ندخل بالسجاده اللوحه والصور الشخصيه. الخيوط المستخدمه هنا خيوط اكيد هي خيوط مستورده. نوعيه الخيط اللي تستخدموه شنو؟ حرير وصوف. حرير وصوف اي وقطن اللي هو السده. نعم اكو تسميات وانواع للسجاده اللي تشتغلوا؟ اي نعم خرائط لوحات اثريه ملويه السامراء باب عشتار اسد بابل كل اللوحات الاثريه والمراقد اي ولوحاتنا التراث الشعبي اشتغلت كلها وحسب الطلب هم يعني الاشعارات الصور الشخصيه الخرائط كلها نشتغل نفذها. هنا هم تشتغلون البسط وهالتفاصيل؟ ايه هم نشتغل بسط وسجادة الصلاة هم ننفذ سجاد رقم وبسط رقم يعني مقلم. البسط يمكن تسمى على الأشكال؟ على الأشكال نعم. أي نعم اكو تسميات رقم يسموها اليانة واكو سجادة مقلم واكو مغروز واكو زين. اي نعم زين. هذه عليها طلب تشتغلوها حاليا؟ نعم يطلبون نشتغل احنا اي شيء يطلبون من عندنا نبدأ. انتو حاليا يعني بالمعمل شغلكم كله حسب الطلب؟ نعم حسب الطلب نعم حسب المبيع والطلب ومرات لا نشتغل يعني للمعارض مثلا نعرض سجاد اشتغلنا سجاد بازاريكي هم يعني سجادة كلش قديمة يمكن الأستاذ هسه يتحدث عنها فيعني محسب هنا ايش قد تقريبا أعدادكم ككوادر؟ احنا كلش كادرنا قليل يا ريت يعينونا لأن الكادر النسودة ينفقد يطلع التقاعد فهاي الشغلة والحرفة لازم تكون أعمار صغيرة يعني ويا ريت تدرب يعني تاخذ من القبل حتى بالها يستوعب يعني بين من تكبر ما تستوعب لأن مسؤولياته هواية تصير فالطفلة أو الحدث اللي عمره حدث فيستوعب هاي الشغلة يعني بحيث يتعلمها بسهولة تدخل بعقله مثل الطالب لما يدخل مدرسة. زين هي مثل ما نتابع انه شغله مو سهله راد لها صبر راد لها دقه اكو لهم رغبه يشتغلوها يعني يجوكم اي الاعمار كيفون ذول الصغار يتعلمون مثل البنات يجيبون بناتهم هنا يتشلبون يتعلمون يعني الرغبه موجوده اكو ناس تريد تتعلم نعم فهي يعني فقان بصر وظهر فقرات تصير يعني من كثر القعده شغلها متعب. عداتكم هسه حاليا تقريبا ينعدون يعني نشوفهم نعم حاليا نعم تقريبا هسه حضورنا 33 هيك موظف. هنا المشكله بالعدد كقله لو كنوعيه يعني هنا انت ركزتي لي على موضوع انه لازم الاصغر عمر الموضوع ياثر على الانتاج طبعا ياثر طبعا يطلع نوعيه اكثر ما كميه انتاج لان العمر شوي يستوعب يطلع اللوحه بحيث هي يعني تبرز عملها صورتها فالكبير لا باله يعني شوي ما بس طيب جودة اللوحة على شنو تعتمد؟ يعني اللوحة اللي خلينا نقول تفاصيلها الواضحة على شنو أكثر شيء تعتمد؟ يعني على حركة عمل النساجة هي حركة الإيد يعني؟ حركة عملها إيدها قصها دقتها بالعمل هي تظهر السجادة يعني السجادة تبرز وتنظر إلى نظرتها. زين خلينا نسأل سؤال هذا يمكن عليكم هنا هم يصير عندكم تلف بالشغل يعني بعض الاخطاء اللي ممكن يصير عندنا اخطاء وعندنا قسم تكمله مال الرياضه يعني احنا الروف السجاده نقدر باثناء عملها او مثلا سهو بعدين نقدر نغير بها اللون او نريد نضيف يعني السجاده اللي ممكن يصير بها خطا اكو امكانيه للتعديل نعم التعديل نعم وهذا يعني اللي يميز السجاده اليدوي انه حتى اذا
تعرضت للتأثير ممكن تتعدل. نعم تتصلح، نعم اكو تصليح لها السجادة اليدوي او اي شيء نضاف عليها كتابة نقدر نضيفه. قلتي لنا واحدة من النقاط المهمة موضوع الدق تسموه. نعم هي الدخلة، هي العقدة تثبت بس الزقزاق هو اللي خيط احنا نسميه زقزاق او اللحمة رابطة زي. فهي من الدقة بالمضرب بحيث العقدة تنشد يعني ما تطلع من ورا، تطلع ظهر للسجادة نظيف، فهي تدقها بالمضرب بعدين تسحبها وتقص. زين هذه اللي تقفل العقدة. نعم تنتهي الساف يعني الساف مالتها ينتهي تبدأ بساف جديد. زين. احنا مثال اكو عندنا لهذا الشغل اللي تفضلت فيه ست علاهن، هنا الاخت اللي تشتغله. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. هذه العملية تسموها عملية الدق بشغلكم؟ الزقزاق. الزقزاق لو الدق تسموه؟ هو الدق لو الزقزاق يعني هذا الزقزاق احنا ندخله الرفيع. زين. والحبل قبله هم ندقه. اي وهاي اخر مرحلة الها وبعدين نقصها. هذه اخر مرحلة قبل القص. اي قبل القص. زين. هذه وراها يكمل الشغل؟ يكمل اي. اي ونكمل بالساف الثاني الوراء اللي يجي. هذا الشغل ساف ساف؟ اي ساف ساف. يعني عقدة عقدة. معناه هذا الراد لدقة. طبعا. دقة وتركيز. دقة وتركيز. اي يعني هاي بس البنات يتحملون هاي الشغلة، الولد ما يتحملون هاي الشغلة. ليش بهم الولد ما يتحملون؟ مرادلها يعني خلق وتركيز، فشوفوا يعني اكثر شيء هي يعني البنات تتحمل هذا الشيء. هو احنا حتى نشوف بالمعمل تقريبا كل الموجود هم من كلنا نساء. اي كلياتنا احنا نساء. هنا انا انت مو بس دقص هم تشتغلين؟ هي الجومة كلها كملها وانا يعني وحدي من البدايه لنهايتها. زين هنا شنو اللي ذا تشتغلين انت حاليا هذه؟ هاي ملك فيصل. صورة. إيه. هذه شو كنت بلشتي بها تقريبا وصلتي هسه لهذه المرحلة؟ صار تقريبا هيك 4 أشهر. 4 أشهر. إيه. مو لي. شقد ممكن تطول هاي؟ واي حسب يعني شغلي أنا سرعتي إيه دوامي وهذا الشيء طول يعني بيها. أنت شقد صار لك بهذا الشغل؟ 31 سنة. 31 سنة ما شاء الله ما شاء الله. بعدش لا بعدش بعدش. يعني ممكن توصل الست شهور سبعة هيك شغلات؟ اي 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 مليانة كبيرة ولا تنسى عقدتها تفرق عن باقي العقد. هذه اكو هيك طلب يعني يجيكم طلب مثلا لمدة 6 شهور؟ هذا طلب. ها هذا الطلب. اي اي طلب واحد رايده وده نشتغل له يعني اي شيء اللي يريده نشتغل احنا حسب الطلبية. اي مرات يعني هم شو يردون احنا ننفذ. سلم الرواتب سلم متدني جدا بحيث اغلب الموظفات ما يتجاوز راتب ال 450 الف دينار بالشهر الواحد، في حين هاي ما تسد اي شيء، لكن شيء يسوون افضل من ما. وبساعات عمل؟ ساعات عمل متواصله ومطلوب منعته انتاج، واللي ما تحقق انتاج بالمقابل احنا يعني قد يكون تساءل بهذا الموضوع، لكن تحقق اكثر من الحد المقرر عندنا نعطيها حافز معين بسيط جدا على قد يعني مقدرتنا اللي نقدر عليه. احنا كل نساجة عندها مخطط يومية 2500 عقدة لازم تكمل 2500، ما تكمل قلت لك تسائل. وتدري احنا هسه الحالات النفسية المنتسبة وكبرها بدت انتاجها بدأ يضعف لانه ماكو كوادر جديدة. المفروض هاي الكفاءات الموجودة عندنا المفروض لا تنقل ولا تكون فائضة، وللأسف الشديد في الدورات السابقة من وزارة صناعة المعادن طلعوهن فائضات ونطوا موافقات خاطئة بالنقل، وهاي دمار للسجاد اليدوي بالذات، لأن السجاد هو عبارة عن حرفة يدوية تعلومها مو بالسهولة، يعني هاي الكفاءات صعبة نفرط بيها. بصورة عامة الكهرباء، بصورة عامة البنايات متهالكة وقديمة، بصورة عامة الدعم قليل، لأنه ما دام أنت مبيعاتنا مو ذيك المبيعات، لأنه تدري هذا السجاد مو أي واحد يقتنيه، فيجب أن تدعم هذه الصناعة من قبل الدولة لغرض استمرارها. تعتمدون آلية التوصيل لو بخلال زياراتهم انه يقتنوها؟ خلال المعارض الموجودة مالتنا مثل معرض بغداد الدولي اكثر شيء انه تجينا طلبات بها، ومن خلال ايضا زيارتهم هم للمعرض
فيعني يجون يقتنون انه هاي اللوحات. هذه اللوحه بالاضافه للصوره اكو كتابات. قارئة الفنجان. هذه لوحه اسمها قارئة الفنجان، ايضا هذه من العقده 25 صف. 25 صف. العقده 25 تعتبر النوعيه الاجود؟ لا هي 36 الاجود، لان حسب الـ يعني الكثافه مالتها، بس هذه مرغوبه اكثر، يعني سعرها شويه يكون مثلا يعني مناسب اكثر. سعر المتر مالته هذا الصوف 25 250 الف دينار. بينما هذه الاسعار اليوم تشوفيها يعني اسعار مناسبه؟ اكو رغبه يعني بشراء القطع هذه بهذه الاسعار؟ والله هي يعني بالنسبه يعني للكلفه مالته يعني هذه قليله وحقه، يعني هنا تحتاج ليقيم هذه القطعه، يعني بالنسبه للكلفه مالته والتعب مالته يعني قليله، بس احنا بالنسبه للسوق واللي دا نشوف انه يعني الاسعار اللي موجوده بالمنافسه بالسوق يعني اسعارنا عاليه كلش. يعني اكو سجاد موجود بالسوق يعني خصوصا هذا يعتبر جداري؟ هذا جداري حرير. هذه السجاد الموجود بالسوق يعتمد نوعيه الصوره، يعني الصوره الطبع خلينا نقول هو اكثر شيء سجاد يعني تجاري، يعني خلينا نقول يعني ميكانيكي اكثر تجاري، يعني مو مثل هذا اللي هو صناعه يدويه، فهذه تصير يعني بها متانه، الجوده مالتها عاليه، عمرها، الوانها طبيعيه، الوانها ثابته، هذا يكون طبيعيه همينه. بينما ذاك الاسواق التجاريه لا، يعني السجاد التجاري لا، يعني يمكن غسله وحده يروح او سنه وحده شوف يتغير لونه، يتغير حتى التصميم مالته يعني يندثر، مو مثل هذا يعني. بس هذا هنا المسجد النبوي، يعني هذه الواضحه اعتقد بالكاميرا تفاصيل كل هوايه بها، يعني الطيور والزائرين بالضبط. مثل هذه اللوحه وهذه السجاده، هذه ايش قد تحتاج تقريبا وقت شغل؟ هذه يعني بالحقيقه يعني مو اقل من 3 اشهر 4. هذه يعني هذه حرير، لان الحرير يصير انعم وشغله اصعب، شغله غير الصوف يصير شغل، لان ناعم الخيط مالته كلش يصير ناعم ودقه يراد له، يعني شغله يصير يعني اصعب شغل، لذلك التكلفه مالته سعر المتر مالته 600 الف. تكلفته عاليه. طرقتي لموضوع مهم، موضوع المشاركات، مشاركاتكم معرض بغداد. فقط بمعرض بغداد او عندكم يعني مشاركات خارجيه؟ عندنا خارج، يعني خارج العراق لا ما عندنا. على مستوى المحافظات؟ على مستوى المحافظات عندنا اقليم كردستان مثلا، يعني او سابقا كانت عندنا مشاركات على مستوى الدول، بس يعني حاليا هسه يعني ماكو، قليله يعني. هذه اللوحات بتقادم السنين ممكن تتاثر، يعني الصناعه يدويا سواء الصوف او الحرير؟ بالحقيقه اليدوي هو معروف كل ما يصير قديم كل ما يكون احلى بعد، فيعني مستحيل يعني يصير بي مثلا تشوه بالتصميم او مثلا الالوان مالته تروح، بالعكس الجوده مالته تصير كلش يعني اكثر، يعني وسعره اصلا يكون اغلى بعد، كل ما يقدم يكون سعره اغلى. جيد. أيه. هنا بالمعرض تستلمون طلبات، يعني تجيكم مثلا صور او أيه. رسومات؟ اشتغلنا هواي صور شخصيه، اشتغلنا شخصيات مثلا الملك فيصل، الجواهري، شخصيات سياسيه مثلا اللي يعني الموجودين مثل رؤساء وزراء حاليين، او حتى مثل شخصيات من اقليم كردستان اشتغلناهم هوايه. اي هذه اللوحه الملكه السومريه. اي الملكه السومريه هذه حرير 36 هذه. اي ايضا السعر المتر مالته 600 الف. اي هسه هذه هنا قد مساحتها الابعاد مالتها متر تقريبا؟ هذه تقريبا هاي الابعاد مالتها 102 في 96 الطول 102 والعرض 96، مساحتها هذه 98. اي هاي بحدود 600 الف سعرها. سعرها 600 الف. قلت لك هي الكلفه مالته عاليه، يعني واحنا يعني اللي دنعاني من عنده هو سعر الكلفه عالي، يعني مدى ننافس انه السوق المحليه مدى ما نقدر ننافسها بسبب ارتفاع السعر. هذا يمكن يترجم موضوع المواد الاوليه والوقت وغيرها من التفاصيل. يعني هو طبعا المواد الاوليه والوقت الطويل، اضافه الى انه رواتبهم يضيفوها عليها، فطبعا يصير سعرها غالي. اي زين، هذه ممكن انه تتأطر او ممكن طبعاً مباشره تكون عندك؟ يعني حسب رغبه الزبون، انه يريدها مثلا مؤطره او يريدها بوضعها الحالي، يعني هو على راحته. يعني هاي اسد بابل هم حرير، هذه هذه في الكلور اللي هي تمثل في الكلور يعني تراث العراق هذه.
نشوف هذه اللوحات دائما حتى بالمسارح موجوده، موجودة. كليات الفنون يستخدمونها موجوده. اي هاي لوحه لجواد السليم اللي هي جلسه الشاي. اي هذه تنفيذ داخلي عندكم. اي 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 يعني هي اللوحه مالت الفنان جواد السليم، بس احنا اللي مشتغليها. اي هنا نفذناها. اي احنا الموضوع ما مقتصر فقط على اللوحات والصور، اكو مكان ثاني عندكم اللي هو صناعه السجاد، البسط. البسط البسط اي البسط اي هذا هنا ايضا هذا شغل يدوي. شغل يدوي شغل يدوي عندنا مثل بسط اللي هي الرقم 1x3 هذا اللي، او اكو عندنا 2x3 ونشتغل اي اي 1x3 يعني متر في 3 امتار، والاثنين في 3 اللي هو مترين في 3. اي هذا كله شغل يدوي. كله شغل يدوي. البسط سجادات صلاة نشتغل همينه، هم عندنا يعني نشتغل مثلا بساط مقلم، انواع من البساط يعني بساط مقلم، بساط حفر، بساط خمله، اضافه الى هذا البساط الرقم. احنا هنا بالمعرض عندكم قاعده مسوين قاعده عربيه عربيه. احنا نجربها عندكم هذه الاماكن مال الجلوس. حتى هذه احنا مشتغليها، هذه اللي احنا نسميها الطابوريه، هذه ايضا هم شغل يدوي. اي هذه شغل يدوي. شغل يدوي كامل. اي زين تتحمل وقعدتها يعني مريحه. تتحمل طبعا. اي اي لان هي اصلا الحشو مالتها من الصوف خلينا نقول نسميه العوادم الزايد، يعني احنا من طبعا هاي ما نذبحنا هذا هم نستغله نشتغل به هي هذه الطابوريات. هذا ما يتأثر يعني بفد وقته ممكن ينزل أو لا؟ لا ما ينزل، لا ما ينزل ما ينزل لا. يعني السجاد الأرضي تشتغلوه هنا بالمعمل وبالمعرض موجود عندكم؟ السجاد المفروش قصدك؟ إيه أي نشتغل أيضا هذا كل سجاد يدوي، هذا كله نشتغل مختلف أنواع التصاميم، عندنا كاشان، عندنا تبريز، عندنا سجادة مثل الربيع، الزهور، المزهرية، هاي كله نشتغله إحنا. هذا هم أكو طلب عليه هنا؟ والله الطلب عليه قليل. اي قليل يعني مو مثل اللوحات، يعني الارتفاع السعر. ارتفاع سعر المتر مالته يعني هو اللي يخليه شويه طلب مالته. هذه هي النقطه، المشكله الاساس يعني نقطه بالتسويق عندنا هو ارتفاع الاسعار. اي نعم يعني هنا اللي تعتمدوه كعنصر جذب بالتسويق النوع المواد المستخدمه، القدم، الارث للموضوع. اي يعني اكثر شيء اللي قلت لك اللوحات التراثيه واللي تمثل تاريخ العراق هي اللي يعني اكثر شيء احنا يعني تسويقنا لها، بينما السجاد الارضي لا يعني قليل كلش يعني. اي محافظين على موضوع الاساس وهي النقطه الاولى اللي تبدي نقول الجومه اللي هي الاساس اللي هي يعني اساس عمل السجاده، يعني طريقه عملها هي هذه، احنا همين هذا نموذج من عندها. هذا الشكل هو نفسه موجود بعده لحد الان الجومه؟ اي موجود لحد الان، بس يعني مساء يعني حجم اكبر. الصناعات العراقيه منذ تاسيسها لحد الان كل الصناعات بالعراق هي صناعات فاخره جدا، وكنا قبل كنا يعني نلزم سرع على اورزدي وعلى مناطق التسويق بحيث لغرض اقتناء الثلاجه او التلفزيون او الصناعات الخفيفه وكل الصناعات، لكن للاسف الشديد بعد 2003 ولحد الآن الاهتمام بالصناعة مو بذاك المستوى، يعني بحيث ماكو أي اهتمام، ويعني كادت أن تندثر هذه الصناعات بصورة عامة، لكن الحمد لله هسه بدينا نعيد بها شوي شوي، كل المصانع مو بس مصنع وكل الشركات بدأت تنهض بالوقت الحاضر. حتكون ثمينة، حيكون سعرها بيها، حيكون لها قيمتها عند الشخص نفسه، وحتى احنا نفتخر انه طلعنا هيك لوحات. عندي سويت لوحة شخصية لأمير الشارقة، يعني افتخر اني من دائرتي ومن قسمي راحت لوحة للشارقة. هسه صارت الحمد لله. عندكم مشاركات سواء داخلية او خارجية؟ والله هي كل محافظات القطر، هو احنا نصنع لهم بغداد، كل المحافظات اللي عندنا معامل بها يدوي فقط. عادين خارج القطر تعرف تجار تاخذ من عندنا هم تطلعها خارج القطر،
هذا اللي نعرف له يعني. جيد ممتاز. هنا أنا كقسمكم أنتم قسم التصميم. أي نعم. الكوادر الموجودة عندكم كوادر كافية توازي حجم العمل؟ والله هي الكوادر غير كافية والإمكانيات غير كافية. أي يعني إذا تيجي إمكانيات أكيد حاحتاج كادر. بس إذا على إمكانيات هسه البسيطة عندنا ماشي. نطلع إنتاج. يعني إذا زاد الطلب. أريد كادر. أكيد يعني وأريد أجهزة تساعدني أكثر، أريد برامج تساعدني أكثر، أريد أجهزة استنساخ أكثر، لأنه من يزيد الطلب حيزيد الإنتاج. يعني أنا من يطلبون عندي لوحات هواي شخصية لازم أستنسخ لهم، فأريد أكثر من جهاز، أريد أكثر من دنقل، أريد أكثر من برنامج. فتعرف على هالإمكانيات اللي عندنا هسه، وحتى إنتاج المصانع، لأن تعرف مصنع عندنا ببراوي راح وبعانه هماتين يعني راحن بالاحداث مال داعش، فهاي انسدد فصار العمل اقل تقلص العمل. زين السجاد اليدوي برايك اذا اريد نحيي هذه الصناعه وهذا التراث ونعيده بقوه للسوق شنو يحتاج اليوم؟ والله الصراحه اريد اني يعني ناس جديده يجون يتعلمون، لان خطيه البنات اللي بالمعمل تعبن كبرن، فهذا لإحياء هذا التراث لازم تجي أيادي جديدة، أيادي شابة حتى تتعلم، يتعلمون من الكبار ويأخذون المسيرة يكملوها، وإحنا نفتخر بيهم وهم يرجع أساسهم هم لنا. إذن مثل ما تابعنا صناعة السجاد اليدوي حالها من حال باقي الصناعات، متأثرة بشكل مباشر بالمنتج المستورد وأسعار المنتج المستورد اللي مناسبة عكس المنتج المحلي اللي أسعاره غالية كون تكاليف إنتاجه غالية، وأغلب المواد الأولية المستخدمة بصناعة هذه اللوحات وهذه السجادات هي مستوردة من الخارج، بالتالي هذه الأمور كلها راح تقلل من الطلب على السجاد المحلي، وهذا الموضوع راح ينعكس على رواتب ومخصصات الكوادر العاملة بهذه الصناعة. ومثل ما تابعنا أغلب الأخوات العاملات هن متقدمات بالسن، والمصنع يحتاج إلى دماء جديدة تحيي هذه الصناعة المحلية الخالصة وهذا التراث العراقي. لأي سبب من المؤسف أنه تندثر هذه الصناعة بسبب أمور بسيطة، ممكن كوادر جديدة تجي لهذه المصانع وتحييها، ممكن مواد أولية توفر بأسعار مناسبة حتى تقدم هذه المنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة، بالتالي راح نشوف السجاد العراقي مرة ثانية موجود بالأسواق المحلية. حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضل انتهت، في أمان الله.